بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من البرنامج، ويسعدنا أن يكون في ضيافتنا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم والأستاذ سامح عبد الحميد المنشد الدين. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا، نورنا ومشرفنا. الله يبارك. أهلا بك يا سامح. دكتور أحمد، من أحاديث الجميلة أو الأشعار الجميلة: أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. اتكلمنا حضرتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن آل بيته الكرام، عايزين حضرتك توضح لنا ثمرات الحديث عن الرسول وعن آل بيته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن. ماذا نجني من هذه الثمرات الجميلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن مما لا شك فيه أن ثمرات هذا الحديث الذي نتناوله عن أطهر من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وخير خلق الله، تتضح لنا مكانته العالية ومنزلته السامية التي أحله الله سبحانه وتعالى إياها، حتى يعرفها بعض من له غرض أو في قلبه مرض، وحتى يعرفها بعض الجاهلين أو المتجاهلين، وحتى يعرفها بعض البعيدين أو أعداء الدين، لأن هذه المكانة التي بيّنها لنا رب العزة سبحانه وتعالى فوصفه بنفسه في القرآن وأثنى عليه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، بيّن لنا أنه رفع ذكره في العالمين. ورفعنا لك ذكرك، وقال في القرآن: ورفعنا لك ذكرك. وعندما نزلت هذه الآية الكريمة نزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، أتدري كيف رفع الله ذكرك؟ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. قال جبريل: إن رب العزة يقول لك: لا أذكر إلا ذكرت معي. يعني لا يذكر رب العزة في التشهد إلا ونذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. المؤذن يرفع الأذان بالشهادة لله بالتوحيد وبالشهادة بالرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. متى وكم مرة؟ في الفروض الخمسة؟ يعني خمس مرات؟ لا، في كل لحظة يرتفع أذان، لأن الخالق سبحانه فاوت بين مواقيت الصلاة. الله. فبينما الظهر هنا، بعد لحظة في بلد آخر، بعد لحظتين، بعد خمسة، بعد عشرة، بعد ربع ساعة، بعد ساعة، وهكذا دوام. وقيل أن هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى حتى يكون على مدار اليوم ومدار الساعة ذكر لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. وهذا التفاوت في مواقيت الصلاة يجعل المؤذنين في كل الأرض بكل لحظة، لا تمر لحظة ولا ثانية إلا ويرتفع فيها نداء الحق، يشهد لله بالتوحيد ويشهد بالرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى: أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فز العرش محمود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. فعندما نتبين
هذه المكانة، وعندما يسمع الناس بها لا شك أن من أراد الله تعالى له الهداية لهدى هدى الله، لأن في هذه الأحاديث الإلهية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، وفي قوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وفي قوله سبحانه وتعالى لعمرك يحلف بحياة الرسول، بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في ندائه له بالنبوة يا أيها النبي يا أيها الرسول دون غيره من الرسل، خصائص كثيرة تجعلنا نفيء إلى هذه الظلال المونقة المورقة المثمرة التي تسعد بها الأرواح والقلوب، خاصة عندما يكون النداء ربانيا من عند رب العزة سبحانه وتعالى، لأن القرآن الكريم عندما يطرق القلوب بمثل هذا الهدي لا بد أن تتفتح المغاليق. ألم ترى إلى القرآن الكريم عندما كان يتلوه أسيد بن حضير فيرى فرسه تجول فيسكت عن التلاوة فتسكت الفرس فيعود فتعود، وكلما تلا جالت الفرس وكلما سكت سكتت، حتى خرج فنظر إلى السماء فوجد أمثال الظلة فيها أمثال المصابيح، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تلوت البارحة القرآن فكانت فرسي تتحرك متأثرة من خشوع قراءته، فسكت فسكتت وكلما تلوت جالت وكلما سكت سكتت، حتى خرجت ونظرت إلى السماء فوجدت أمثال الظلة فيها أمثال المصابيح، فما هذا؟ قال له تلك ملائكة الله نزلت تتسمع لتلاوة القرآن، ولو ظللت تقرأ لظلت الملائكة حتى رآها الناس في الصباح. معنى هذا أن القرآن الكريم عندما يطرق القلوب التي لا تتعصب والتي تتجرد من العصبية العمياء لا يسعها إلا أن تهتدي، فحين يسمع السامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم ورفعنا لك ذكرك إلى آخر هذه الهدايات والإرشادات الربانية، تثمر في قلبي وعقل كل إنسان أن هذا الرسول حق، وأن هذا الرسول واجب الإيمان به وواجب حبه، وأن حبه جزء من العقيدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وأنسحب هذا الحب على أهل البيت أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي. فما دمتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حبه جزء من عقيدتنا، لأن حبه عنصر من عناصر الإيمان الحقيقي الكامل، فلا يكمل ذلك إلا بحب آل بيته، لأنه قال وأحب آل بيتي لحبي. ألم ترى إلى حب صحابته له وكيف أنهم كانوا يضحون بأنفسهم وأرواحهم، ويصلب أحدهم على شجرة في إحدى الغزوات ويقال له تظل هكذا أو أن تسلم لنا محمدا مكانك، فكان يقول والله الذي لا إله إلا هو لأن أقتل في هذا المكان أحب إلي من أن يصاب محمد برعاف في أنفه، ويقول شاعرهم أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف، فأجاب كلا ما سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. الله. هذا الحب الذي يثمر ثمرته، هذه الثمرة تتجلى في حب آل البيت، لأنه قال وأحب آل بيتي لحبي. إذا كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، لماذا؟ لأن آل البيت نحبهم عصبية؟ لا،
ينالون شرفا لأنهم أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، بالعكس، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا. إذن للسلوك والعمل إلى جانب هذه الصلة الوثيقة وهذه القربة الحميمة التي يتوجها ويجليها ويحليها ويثمرها العمل والسلوك. ولذلك عرف آل بيته صلى الله عليه وسلم بثمرة عظيمة يجب أن يتنبه إليها المسلمون في كل الأرض، ألا وهي نقلهم لأشرف تراث في الوجود، نقلهم للإسلام قولا وعملا وسلوكا وتطبيقا. فتمثلوا في بيت النبوة ما كان عليه جدهم ورسولنا صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه من الطهر والعفاف والقيم والمبادئ والمثل، بل والأمور المثالية التي كان يفعلها. فكان في بيته صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه، وكان في بيته صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة يقولون كنا معه، آل بيته يتحدث، آل البيت يكون معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثنا ونحدثه، ويجالسنا ونجالسه، فإذا سمع نداء الصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. ده حضرتك حبهم ونقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عن حبنا نحن؟ نعم. وثمرت حبنا نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته في هذه الآونة. في هذه الآونة ماذا نجني من ثمرة هذا الحب؟ نجني من ثمرة هذا الحب أن نتأسى بهم، أن نسير على منوالهم. انظر، وهم بسلوكهم الذي نقلوه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قمة في التواضع، قمة في تقدير وتوقير من هو كبير السن. مثلا سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين رضي الله عنهما يريان رجلا كبيرا طاعنا في السن يتوضأ فيسيء في وضوئه، ويريدان أن يعلماه الوضوء الكامل الصحيح، فلا ينهرانه ولا يوجهانه توجيها مباشرا حتى لا يصاب بالحرج. لو أن بعض المتشنجين اليوم رأى مثل ذلك لقال يا شيخ نهر ونهر. لكن انظر إلى الأدب النبوي، ده التعليم بالقدوة، تمثل نعم التعليم بالقدوة، نعم، الذي تمثل في هذا التواضع الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان في موقف يقول أحدهم أنا هذه الشاة علي ذبحها، الآخر يقول وأنا علي جمع الحطب. تواضع صب في نفوس الحسنين هذا المعنى، فيقولان يا عم انظر إلى وضوء كل واحد منا وقل لنا من أحسن وضوءا من الآخر. وهما طفلان صغيران ليس كبيرين ولا شيخين ولا دعاة ولا علماء، وهما أطفال ولكنهما نقلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولان انظر يا عم أينا أحسن وضوءا. فيتوضأ سيدنا الحسن وضوءا كاملا، ويتوضأ سيدنا الحسين وضوءا كاملا، ويسبغان الوضوء، فيتعلم الرجل الكبير في السن ويقول لهما بارك الله فيكما أهل البيت، أنتما تحسنان الوضوء علمتماني ما كنت أجهله، رضي الله عنكما. الله. وهما في طفولتهما حتى تتعلم البيوت وتتأسى من آل البيت كيف كانوا يعلمون أبناءهم وأطفالهم، وكيف كانت الطفولة المبكرة عارفة بأحكام الدين وبفقه الوضوء والصلاة وبالأحكام وهم في سن الطفولة. فنحن يجب علينا أن نعنى بالطفولة، لا أن نتركها تعرف
أبطال التمثيليات والأفلام والرياضة ولا يعرفون شيئا عن دينهم ولا صحابة رسولهم صلى الله عليه وسلم ولا على آل بيت نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا درس نستثمره نحن من آل البيت لنتعلم كيف نصوغ شخصية أبنائنا منذ نعومة أظفارهم، وكيف كان لآل البيت الفضل في نقل هذا التراث إلى هذه الأمة على هذا النحو الجميل الذي يتعلم منه الكبار وليس الأطفال. هما طفلان الحسن والحسين في طفولتهما يعلمان رجلا كبيرا، لا بل يعلمان الدعاة الآن كيف تكون الدعوة المثمرة، كيف تكون بالسلوك، كيف تكون بالأدب العالي، كيف تكون بالتواضع الجم والذوق الرفيع. تواضع له تأثير، أقوى تأثير التواضع يجعل العلم وأسرار العلم تنقاد للإنسان. من هنا نرى أن ثمرة من ثمار التعرف على بيت النبوة وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا قدوة بسلوكهم قبل قولهم وفعلهم. نستكمل حوارنا الجميل بعد فاصل قصير إن شاء الله. فاصل قصير ونعود الحديث مع الدكتور أحمد عمر هاشم. دكتور أحمد، حضرتك قبل الفاصل كنا نتكلم عن ثمرات حب آل البيت، وحضرتك تحدثت عن ما يسمى التعليم بالقدوة وليس التعليم بالتجريح ولا التوبيخ ولا النهر الذي تبعه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين مع الرجل الذي كان لا يحسن الوضوء. ثمرة أخرى من ثمرات حب آل البيت والتعلق بهم. من ثمرات حب آل البيت والتعلق بهم أن نتعرف على ما جاءوا به من قيم، وعلى تصحيح بعض الأوضاع الخاطئة وبعض السلوك الخاطئ في المجتمعات البشرية. من ذلك على سبيل المثال ما نلاحظه في هذه الأيام من بعض الذين يصيبهم والعياذ بالله الغرور العقلي، ومن بعض الذين يصيبهم والعياذ بالله عدم الاكتراث بالعلماء والأئمة وشوامخ أهل الفضل، لدرجة أن نسمع بعضهم يقول هم رجال ونحن رجال، والبعض الآخر يصيبه ما يصيب الآخرين من استعلاء وصلف، وما هكذا يكون العلم. ولكن ننظر في بيت النبوة ومن مشكات النبوة نستضيء ونستقي هذا الهدي الذي يعلم التواضع الجم، تقدير العلماء وأهل الفضل. لا بد أن نعرف لأهل الفضل فضله، لا بد أن نعرف للعلماء قدرهم ومنزلتهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذا رأينا أهل البيت يقدرون العلماء، وهم من هم؟ جدهم رسول الله، هم أخذوا واغترفوا من معين بيت النبوة، ولكن مع ذلك إذا رأوا عالما قدروه حق قدره، وهم أخذوا نقلا مباشرا، وهم النقل الأول عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أخذوا منه مباشرة. يا ليت أمتنا الآن ويا ليت الناس جميعا
يعرفون للعلماء قدرهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما بين لنا آل بيته الذين ساروا على منهاجه في تقدير العلماء. فإذا حضرتك نخلص من هنا أن إحنا من ثمرة اتباع والتأسي بآل البيت والعمل بما كانوا يفعلونه التعليم بالقدوة والاتباع، نجني ماذا سنجنيه نحن من هذا الاتباع نحن؟ نعم. كمسلمين نحن نجني من ذلك أن نتعلم منهم أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم علماؤنا. هل هذه المعرفة تعتبر ثمرة لتأسينا بهم؟ نعم، لأن الإنسان عندما يعلم أنه لا أحد يتقدم على أحد بعد النبوة إلا العلماء. انظر مثال حتى يتبين الأمر، سيدنا زيد مثال، يمتطي دابته فيأتيه واحد من آل البيت سيدنا عبد الله بن عباس، فيأتي ويمسك بركاب الدابة لسيدنا زيد. ركاب الدابة يعني المكان الذي يضع الراكب قدمه فيه، يعني معناه أنه بهيئ لقدم سيدنا زيد. مين اللي بهيئ؟ ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يهيئ الركاب ليضع. فسيدنا زيد يقول له: تنحى يا ابن عم رسول الله، أنت مقامك أعلى من هذا، مقامك أرفع، أنت ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هذه ثمرة تعلم الأجيال الآن، وما نشاهده على الساحة الآن من تجريح للعلماء ومن طعن.